واحد الجمعة. أسعد الله مساكم وهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. حلقة متجددة من برنامجكم اليوم المميز برنامج سيدتي. أنا الأربعاء عندي من الأسبوع اللي فات وأنا كذا عندي إحساس إنه هو الخميس، ما أدري. أنا كل أيام الأسبوع لا 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 بس أنا أبغى أفهم ليش دائما عندك إحساس مختلف اتجاه الأيام، وين السر؟ أنا أقول لك وش السر. يعتمد أول شيء مساك الله بالخير. هلا وسهلا، كيفك؟ أحسن حال. وأنت فكداتس اليوم شايفة كيف؟ والله لا أنا بعمل ماتشي ماتشي مع الديكوريشن يعني قد ما أقدر، أحب التناغم في الحياة. رأى شوفي، أنت سألتيني سؤال ترى مرة مهم واللي هو أنت وش تحسين بيومك أو كيف أنت تصنفين الأيام؟ لأنه أنا فعلاً ممكن يوم الاثنين أحسه يوم الجمعة مثلاً والعكس صحيح، أحياناً يوم الجمعة أحس أنه يوم الأحد على سبيل المثال. ليش؟ شلون أبدأ يومي؟ حلو. أول شيء لما الواحد يبدأ يومه يفتح عيونه ويبدأ يوم جديد يقول الحمد لله يا ربي أنك عطيتني يوم جديد وحياة جديدة أني أنا أسوي فيها أشياء جيدة وأشياء إيجابية. أنت تبدينها بإيش؟ هل تبدينها بمكالمة مزعجة؟ هل تبدينها في خبر حلو؟ هل تبدينها بنادي؟ هل تبدينها بدوام؟ شلون تبدينها؟ قمتي بدري؟ قمتي متأخر؟ هذه كلها تحتم عليك إحساسك. أنا بالنسبة لي أتكلم شخصياً، أحس أن أنجزت في يومي. لما أحس أني أنجزت في يومي أحس يومي طويل. لما أخلص من الاستديو أحس الله سويت أشياء مرة كثير وأشياء مرة إيجابية. فهذا الشيء اللي يخليني أقرر أو يجيني الشعور أنه اليوم خميس اليوم كذا. فأنت الفكرة الأساسية أنه كيف ما تبدي يومك تكملي بيه باقي الشعور والإحساس. فطالما أنه يومك فيه إنجاز وبدأتي كذا، مثلاً في عندك أشياء قاعدة بتسويها ولا عملتي أشياء أنت تحبيها، فبالتالي يعكس عليك شعورك تجاه الأيام بغض النظر إيش هي أسماءها. صح، هذا اللي تقصدي؟ يس. طب ما شاء الله عليك، كويس. وإن الواحد يستمتع بأيامه. وعلى طاري الاستمتاع وعلى طاري الإيجابية، في مقال انكتب عن المهارات اللي تخلي الشخص إيجابي ومتفائل، وكان من أبرز هذا المقال أو من أبرز النقاط اللي تكلم عنها هذا المقال هو الدافع الذاتي والرضا عن الحياة والاستمتاع فيها وتحويل طبعاً الحديث السلبي إلى إيجابي. وهذه نقطة جداً مهمة، وهو التخطيط اللي كنا قبل شوي نتكلم عنه. أنت شلون تبدين يومك راح يحدد لك يومك كله شلون بيصير. عشان كذا أنا إنسانة بسيطة جداً. إذا أنا متضايقة من شخص معين أو من خبر معين أو من شغلة معينة تختصري. أسوي لها شوف كيف إحنا نسوي ديليت للأشياء من أو للبيانات من جوالاتنا. أنا أسوي لها ديليت من حياتي، من مشاعري، من مخي، من الوجود، ولا وكأن شيئاً لم يحدث. هالسهولة ما كذا طبعاً. عشان كذا الواحد يكون دائماً متفائل ويحب الحياة. صح. وأنت يا رؤى؟ أنا مع إنه الإنسان يعني يبدأ يومه بشكل إيجابي بصراحة، لأنه زي ما كنت أقول لك قبل كم من يوم مها، إنه لما بطلت أول ما أصحى أفتح عيني على الجوال، صح، فرق معايا كثير. يعني حياتي الواقعية صار لها نكهة أكثر، صرت أنبسط أكثر، أصحى مروقة، أشرب قهوتي اللي أفك ريقي عليها، أتفرج على مسلسل عسل. أنا على فكرة أنا بصحى من الساعة 10 الصباح، صح عليك، بس من الساعة 10 إلى الساعة 1 بعدين أمسك الجوال، أكون خاص أنا عشت هذا الوقت لنفسي. مثلا لو أبغى أكلم أهلي أطمن، لو أبغى أسوي أي شيء أقدر أسويه. من الأشياء اللي بتقولي عليها اللي هو كيف الواحد ممكن يعزز من مهارات الإيجابية في حياته، تكلمت على موضوع التخطيط. واحدة من الأشياء اللي سويتها وحسيت أنها حلوة اللي هي رسم الخريطة الذهنية على مدار السنة. أي تحطي الأهداف حقتك، كيف حابة تكون، إيش حابة تسوي، إيش اللي حابة توصلي، وكيف أبغى أكون أنا رؤى بعد مثلاً 12 شهر أو بعد 6 شهور. وهذه الأشياء تخليني أنشغل أكثر في أهدافي من أني أنشغل أكثر في مصائب الحياة أو المشكلات أو التفاهات أو المنغصات اللي إحنا بنمر فيها. ما رح يغير شيء انشغلتي فيها، ما انشغلتي فيها، عطيتيها أتنشن، عطيتيها انتباه، ما عطيتيها، المشاكل حتكون موجودة. موجودة. المشاكل اللي في العالم والمشاكل اللي حولك، يعني عادي، ما في بيت يخلو من مشاكل، ما في إنسان ما يخلو من الضغوطات ولا الناس السلبية ولا اللي تحاول تنقص عليك وإلى آخره. بس الحلو في الموضوع إن ربي عطانا القدرة، عطانا ميزنا بالعقل. لما ربي ميزنا بالعقل إحنا نختار. أنت وش تبغى؟ تختار معاركك في الحياة. بالضبط. ترى والله فعلا شوفي، يعني انت قلتيها بضحكة بس في الحقيقة والواقع. صحيح.
فعلا الواحد يختار يكون سعيد ولا يختار يكون شقي. طيب وما نربط السعاده والحزن او التعاسه بالاشياء الماديه هذه كلها على جنب، لا انت من جوا ايش تبغى تصير؟ انت من جوا كيف تشوف الحياه؟ فهذه بدايه حلقتنا، ان شاء الله انه هذا الكلام إيجابية. بدايه ايجابيه. فدائما خليكم ايجابيين واحنا بنصير معاكم ايجابيين في هذه الحلقه. عموما خلونا نطلع ونشوف ابرز عناويننا لهذا اليوم. هل الصداقة تاريخ صلاحية وكيف يمكن تجاوز ألم انتهاء العلاقات؟ في قول رأيك، ما هي أسباب قطيعة صلة الرحم بين الأقارب وفي الوقت الحالي؟ علامات على أن الأظافر تعكس الحالة الصحية، فما هي أبرزها؟ الفنانة دارين أحمد تطرب استوديو سيدتي بأغاني من الزمن الجميل. من نعم الله علينا إحنا كسيدات المرونة، ومعروف دائما المرأة أنها تقدر تقوم بأكثر من مهام، عندها تعدد للمهام، مثلا تكون عاملة، تكون زوجة، تكون أم، تكون لها حياة اجتماعية وعندها أطفال، يعني دائما تقدر توفق بين كل هذه المهام. يعني قبل لا أدخل لك في الموضوع اللي أبغى أتكلم عنه تحديداً، مها أبغى أشوف أنت من ناحيتك، ما شاء الله أنا أعرفك شخصياً، بس أنت كيف تقدري تعملي مثلاً أولويات أو ترتبي وقتك وتنظمي وقتك ما بين حياتك الاجتماعية وحياتك العملية؟ ببساطة الواحد يعرف هو إيش يبغى في الحياة. أنت إيش تبغى في الحياة؟ هل أنت تبغى تكون إنسان منتج، إنسان معطاء، إنسان ناجح، إنسان مثقف، إنسان مطلع، إنسان تحب الحياة؟ تقدر تسوي هذه كلها الأشياء. يعني الحين خصوصاً إحنا في اليوم قاعدين نعيش في 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 عالم المعلومات كلها مجاناً يا جماعة. أنا أتكلم عن الأولويات، فأنا لو تسأليني وش أولوياتك، طبعاً أول شيء صحتي وعافيتي، أهلي، شغلي وعملي. الأشياء الثانية تجي بعدين، الأشياء اللي تدخلك الأشياء الثانية يعني. تجي بعدين العلاقات الاجتماعية، وسعة صدري وناستي، هذه الأشياء كلها تجي بعدين. لكن في أشياء أساسية، وثقافتي طبعا مهمة أنا بالنسبة لي، سواء أخذت شهادة ولا ما أخذت شهادة، الثقافة هذه لي لنفسي أنا أشوفها. الإنسان المطلع، الإنسان المطلع المثقف غير المتعلم. فأنا هذه الأشياء من الأولويات عندي. يعني أنا كثير فكرت أنه أنا أرجع أكمل دراستي، بعدين قلت نفس الفكرة للحين، المعلومات موجودة هنا. يعني أنا الآن في الوضع الحالي ما أحتاج هذه الشهادة قد ما أحتاج المعرفة والاطلاع. فهذه الأشياء تجي عندي أولويات، فأنا أرتب وقتي وأقسمها، أقسم وقتي على هذا الأساس. شوفي، يعني أتفق معك بصراحة، كيف الواحد يعرف هو داخلياً إيش يحتاج، كيف ينمي كل احتياجاته. يعني دائما اقول انه بما انه احنا نعيش مره واحده في حياتنا، مهم جدا انه احنا نحسن اختيار اشياءنا اللي نبغى نعيش عليها، ايش الصوره اللي احنا نبغى نطلع فيها وغيرها. لكن دائما تكون في مساعدات خارجيه. مها، ربما يعني امس بالتحديد كان يوافق اليوم العالمي لصحه المراه، ولفتني مقطع فيديو اكثر من رائع يتكلم عن صحه المراه ومدى انعكاسها على جوده الحياه، وبالتحديد لما نتكلم عن صراع الادوار للمراه. خلونا نتابع. Thank you.
الفيديو كان قاعد يوصف اليوم اللي يتكلموا فيه عن التوعية والرعاية للمرأة. الحراك الأخير اللي قاعدين نعيشه إحنا كسيدات في هذا البلد العظيم يقول لك قد إيش السعودية قاعدة بتعمل جهود جبارة في تعزيز صحة المرأة النفسية أهمها. بطبيعة الحال يعني عندها مهام كثير، والمرأة بطبيعة الحال تحب أن يتوافق بين هذه المهام. صح. أول حاجة ممكن ينغص على المرأة ويؤثر على نفسيتها هو عدم المساواة. فطالما أنه الحين بنعرف أنه في جهود كثير قاعدة بتصير بما يخص مكافحة التمييز، المساواة في العمل والأجور، الرعاية الصحية، حق التعليم والتدريب، الحقوق العدلية اللي ضمنت حق المرأة، كل هذه الأمور تخلي المرأة تشعر باستقرار. يعني مثلاً مو بس تدرس إلى الجامعة وتوقف، لا، حتى يحق لها أنه هي تكمل إلى الدراسات العليا، المناصب القيادية اللي ممكن أنه تتولاها المرأة، بيئة العمل كيف ممكن تخدم المرأة واحتياجاتها وصحتها حتى تخليها عضو فعال في هذا المجتمع. فالجهود هذه كلها لسبب واحد، هدفها شيء واحد، أنه المرأة تكون عضو فعال في هذا المجتمع زيها زي شقيقها الرجل. تدرين ليش رؤى؟ تسمحي لي يعني بس بعقب على كلامك. الصحة النفسية واللي أصلاً أساس الصحة الجسدية، يعني كلها مرتبطة في بعض. صح. يعني وجهان لعملة واحدة. إذا صحتك الجسدية جيدة صحتك النفسية جيدة، والعكس صحيح، يعني كلهم يكملون بعض. المرأة زوجة وأم وأخت وبنت ومعلمة وطبيبة وكل شيء، يعني في المجتمع هي نصف المجتمع. حلو. فإذا كانت هي سعيدة وصحتها كويسة، فبالتالي هذا بينعكس على عيالها، بينعكس على رجلها، بينعكس على طالباتها، على زميلاتها. صح. احنا فينا طاقة. يمكن السيدات عندهم، يمكن أكون غلطانة ما أعرفه، لكن السيدات أنا أشوف طاقتهم أقوى من طاقة الرجل من ناحية التأثير، لأن الرجل ممكن يكون مضايق، زعلان، عنده مشاكل، هموم الدنيا، تلقينا ساكت. المرأة خلينا نقول بالجهة الأخرى أو بطبيعة الحال تعبر، تحكي. فتخيلي هذه المرأة كذا فلة شمعة منورة. لا اتفق معاك. لا بس يعني فهمت ايش اقصد؟ يعني تخيلي هذه المرأة كلها حياة وكلها يعني مزهرة. فتخيلي كيف المجتمع إذا كانوا كلهم صحتهم كويسة، أو الأغلبية خلينا نقول. شوف أنت قاعدة بتتكلمي وأنا اللوحة اللي وراكي لفتتني والله يا ما من أول أطالع فيها. أنا أبغاك يعني بعدين جيبي واحدة من لوحك وأبغى أحطها هنا. في عندك رسمات حلوة. تمرين. ايش رايك؟ من عيوني. طيب بس انت عرفت اي لوحه اتكلم؟ لا والله ما عرفت. طيب المهم والله تتكلمي لفتتني، قلت في لوحه عند مهر، يعني حسيت كذا انه خلاص ابغى اشوف اعمال. خلاص بنعدل على الاستديو، خلاص نجيب هذا ريكوست من رؤى ريان يا جماعه، نجيب واحده من اللوحه نحطها هنا. على الطاري مخططه للصيف شيء ولا لسه بعد ما رتبتي؟ لا والله في مليون بلان، بس يعني ولا لسه ما حددتي ايش البلان. لا لسه. جربتي تطلعي كروز بشكل عام؟ قد حجزت رؤى، صارت لي قصة مع الكروز. أنا كنت قد حجزت وما يعني صار، طبعاً هذا في الكلام في أمريكا مو بهنا. صارت قصة، صار تسمم الظاهر على كروز أو صار شيء. الكروز اللي أنا كنت حاجزة عليه نفسه. طيب. بس يعني مختلفة. أي. الأيام. أي. وخفت، قلت لا والله ماني برايحة. فمن عقبها طبعاً مرة ودي، لأن أحس الكروز تجربة حلوة، تجربة مختلفة. للناس اللي يبغون يشوفون أماكن مختلفة. للناس اللي سواء كانوا صديقات، سواء كان واحد وزوج، سواء كانوا عائلة، فأحس مناسب لجميع أفراد. صح. العائلة. فودي مرة أني أجرب. ليش يا رؤى؟ ليش تسألي؟ بتعزميني على كروز؟ والله شوف المشكلة أنا أخاف أنك تسحبي علي. أنا مو بالعكس، أنا أتمنى أنه تجمعنا سفرة زي سفرة دبي، يعني مرة كنا مبسوطين مع بعض. على فكرة ترى يا جماعة مها في السفر تجنن، روحها حلوة وتحب الحياة، وأنا أعشق الناس اللي يحبوا الحياة. عموما لما بتكلم لك على موضوع كروز، بطبيعة الحال هي تجربة زي ما قلت هي مختلفة فريدة، يعني حلو أن الواحد في حياته أنه يعمل هذه التجربة لو مرة واحدة.
طبعا الخبر اللي بقول لكم اياه يا جماعه، في خطوه تعتبر نوعيه وغير مسبوقه لتعزيز قطاع السياحه الساحليه، اصدرت الهيئه السعوديه للبحر الاحمر اول رخصه وكيل ملاحي سياحي لسفن الرحلات السياحيه الكروز لشركه كروز السعوديه المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه. ها يلا شوفي مشينا. اذا بتعزميني بروح، ما انت بعزمتني والله ماني برايحه. يعني كم مره اقول لك، بالعكس يعني انا ذيك الساعه يوم ما نطلع مع بعض كذا رحله، ورحله كروز يعني اتوقع تكون من احلى التجارب. تصدقين السنه اللي فاتت صديقاتي سووا بلان وطلعوا الكروز حقنا اللي يطلع من جده، هو يطلع ظاهر صح؟ فكان البلان اني انا اروح معهم، بس سبحان الله ما انكتبت. يوم شفت الصور ويوم رجعوا من الإجازة وسمعت السواليف وسمعت الأشياء اللي قاعدة أقول بنات من جدكم هذا في السعودية كذا، وين أنت وين إيش هذا كيف كذا، فتحسفت قلت ليتني رايحة، بس عادي إن شاء الله الفرصة موجودة فليش لا، ممكن إنه إحنا نروح نجربه. بالعكس أنا شفتها يعني من أفخم الكروزات صدقيني، يعني أنا قد صفحت كروزات كثير وشفتها لأنه كان في بلان، بس الكروز اللي عندنا يعني ما هو طبيعي، 5 ستارز من الآخر، يعني شيء مرتب. صحيح. أنا بيني وبينك كنت مخططة في الصيف أني أطلع رحلة كروز، بس أنها تطلع من إيطاليا. لما أمس قرأت هذا الخبر قلت إيطاليا تمين من هنا بطلع الكروز طبعاً. إن شاء الله ليش لا، يعني هي كتجربة حلوة، فإذا صحيح. هي موجودة هنا فبالعكس الواحد يستمتع فيها. يمكن تكلمنا كثير عن موضوع الصحة والاكتئاب وعن الرحلات وغيرها وكيف الواحد ممكن يوزن هذا التقلب اللي يصير معه، لكن يا مها برضو واحدة من الأشياء اللي ممكن إنها نسمع عنها، نسمع عن الاكتئاب، نسمع اكتئاب مرضي أو عرضي أو اكتئاب ذهاني. تعرف مر عليك إيش هو الاكتئاب الذهاني؟ لا والله يا رؤى وشو؟ شوفي الاكتئاب الذهاني يعتبر من أندر حالات الاكتئاب مقارنة طبعا بالأنواع الأخرى كنا نتكلم عنها، وبالعادة هو يجمع ما بين مرض وما بين أعراض الاكتئاب الشديدة ومرض الذهان تحديدا. طبعا مؤخرا أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن النساء هم للأسف أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الاكتئاب من الرجال، وغالبا تظهر الحالات في وقت مبكر. أكيد طبعا حنعرف إيش هو الاكتئاب الذهاني وإيش هي أعراضه وطريقة التعامل معه، وليش بالغالب السيدات هم أكثر عرضة بالإصابة بهذا النوع من الاكتئاب. إذن خلينا نرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور جمال الطورقي استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله نورتنا اليوم. يعطيك العافية. حياك الله دكتور، كيف الحال؟ يا هلا في أحسن حال الحمد لله. دكتور يعني أنواع الاكتئاب كثيرة، العرضي والمرضي، لكن لو تعرفنا إيش نقصد بالاكتئاب الذهاني؟ سؤال جميل. طبعا الاكتئاب هو أعتقد أنه الآن أصبح هو المرض العصر، اللي هو جميع الدول بدون استثناء بدأت يعني تتجه في مكافحة هذا المرض، زيادة التوعية، العلاج المبكر بعد ما نكون نعلم الناس وندربهم على تشخيص المبكر للاكتئاب. زي ما احنا كافحنا قبل كذا الله يجيرنا ويجير المستمعين، اللي هو سرطان الثدي اللي كان منتشر بكثرة وكان التشخيص متأخر وكان في صعوبات، الآن أصبح سهل جدا والعلاج ناجع 90% من الناس بإذن الله تعالى بسبب الوعي. بسبب الوعي أي. الآن بدأ الناس يعني يتجهوا لهذا الشيء، خاصة الدول والحكومات والمعنيين بالعناية الصحة النفسية، أنه هذا الشخص إذا أصيب بالاكتئاب أنه بيأثر على الناتج القومي، لأنه بيتأثر بطريقة غير مباشرة، الغياب المستمر، عدم الإنتاج، ناهيك أنه إذا دخلتي المستشفى قديش حيجلس في المستشفى، تكاليف الدخول، تكاليف العلاج، تأثيره على الأسرة اللي هي بالحد ذاتها حتأثر حتى هي نفسها، أنهم هم بيعانوا يمكن حتى هم يتأثروا بمرض هذا الشخص. ودائما أنا أقول المريض النفسي هم هو المريض، الأسرة هي اللي بتعاني وبتتأثر من هذا الشيء. أكيد. طيب شلون يعني أو ما هي الأعراض دكتور، يعني لو بنقول الاكتئاب الذهاني وش الفرق بينه وبين الاكتئاب المتعارف عليه؟ طيب هو الاكتئاب ترى أنواع كثيرة. الاكتئاب الذهاني هو نفس الاكتئاب اللي احنا نتكلم عنه، يجب أن يتوفر أعراض منها يا أنه فقدان الشغف، أنه ما عنده شغف، يعني زي ما أنا قاعد تسمعكم يعني عندكم ما شاء الله شغف، هذا ما عندهم شغف الله. أو أنه هو اكتئاب يعني تساوي معاي الحياة والموت. بالإضافة إلى أنه اضطراب النوم،
يا يزيد نومه أو يقل، اضطراب الأكل، يعني في ناس يصير عندهم نهم عصبي أو أنه يكون ما عنده أكل خلاص، بدأ يفقد وزنه، الأفكار الانتحارية، إنهاء حياته. بعد كذا نتكلم عن بالإضافة لهذه الأعراض اللي تستمر 14 يوم إنها تأثر على حياته، سواء العملية أو الدراسية أو الاجتماعية. أي. ففي حالات يعني نجدها إنها مصاحب لها أعراض ذهانية. الأعراض الذهانية قد تكون يعني مفسرة وغير مفسرة. مفسرة بمعنى إنه أنا إنسان سيء استحق إني أقتل، وإني أسمع إبليس يكلمني يقول لي أنت مقصر في حياتك، مقصر في واجباتك. يعني تبدأ التهيؤات، تهيؤات سواء سمعية أو بصرية. أي. تمام. أو الأفكار حقته إنه هي تقول يلا لازم تنتحر، تنهي، لأنك أنت إنسان يعني سيء إلى درجة أنك ما تستحق الحياة. تمام. أو إنها لا، ما لها علاقة، يسمع أصوات ويهلوس ويشك في الناس ويقتلوه ويذبحوه، ما هي متناسقة مع النمط الاكتئاب. فهذا نشوفه أكثر شيء في النساء أكثر من الرجال، خاصة بعد الولادة، نسميها اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة، يكون دائما أكثر شيء نجدها، خاصة إذا كانت يعني الأنثى بكر وأول حمل ليها، يكون في تاريخ أسري في الأسرة يشمل الاكتئاب، يشمل اضطرابات الغدة الدرقية. فأحيان كثير الناس يأخذوها بأنه دلع بنات اكتئاب ما بعد الولادة، كل واحد عنده اكتئاب وليش أنت زعلانة وتمشي. بعدين الخوف من هذا كله أنه هذا المرض خطير جدا، أنه المصاب يقدم على الانتحار بنسبة أعلى من الناس اللي هم مكتئبين فقط بدون ما يكون عندهم الانفصام. طب معلش أنا أبغى أستوقف على موضوع أنه ليش السيدات هم أكثر إصابة، يعني ذكرت حالة اللي هي ما بعد الولادة، هذا جزء من الأمراض، بس في أحيانا تكون بدون ما لها علاقة، ما لها علاقة بالولادة. بشكل عام ليش السيدات هم الأكثر إصابة؟ هو الاكتئاب عامة في المرأة أكثر من الرجل. أي. زي ما تفضلت وقلت أنه المرأة تتحمل أشياء كثيرة. يعني السبب الرئيسي ما نعرف، لكن أشياء كثيرة، في ضغوطات أكثر من الرجل. يعني في بداية الحمل، حمل الإنسان لما تقيسي المهام أثناء الحمل في المرأة تقيسيها بالرجل، الرجل لا يستطيع أن يتحمل كل الأعراض، ما يتحمل كل الأشياء اللي تمر فيها، ألام الولادة، اضطرابات الهرمونات اللي تمر فيها، المهام أنها تربية الطفل. وسبحان الله، يعني الله فرض على الطفل هذا أنه هو يلتصق بأمه إلى 7 إلى 10 سنين، تعلم منها كل شيء، ما يتعلم منها بشيء. الأب بعد 10 سنين يبدأ يتعلم منه، فنجد أن الأم هي كل شيء، فبالتالي هي بتعطي مو بس أن الرضاعة هي اللي بتغذيه في الأكل، اللي بتغذيه حتى في التربية وبتغذيه نفسيا، الحنان والعطف. تلاقي دائما خايف أنه لما يوصل 3 سنين يخاف أنه هو ينفصل من أمه، دائما ماسك في ثوبها، عبايتها، في السوق تلاقي ما ماشي فيها كأنه يخاف أنها تضيع خلاص، ما عاد حيلاقيها. وفي أحيان كثيرة في أطفال نجد أنه غريبة جدا حتى يميز ريحة أمه من ريحة الآخرين. الأم تتحمل أشياء كثيرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابي أنه من أحق بصحابتي، الصحابة معناته مين اللي هو الوفي، اللي يتمنى لك الخير، اللي ملتزم فيك ولاصق فيك، أمك أمك أمك، بعدين قال أبوك. ما عكس والجنة تحت أقدام الأمهات، يعني الأم قديش تتعب. صحيح. طيب دكتور، يعني في البعض يقول أنه الاكتئاب بشكل عام وراثي، فهل فعلا هذا الكلام صحيح، أو هل هذه المعلومة دقيقة بحيث أنه إذا كان في اكتئاب من أي طرف من الوالدين المفروض أن الأطفال أو الأولاد يسوون يعني تشيك أب أو يراجعون مع الطبيب؟ طبعا فوق كل ذي علم عليم، إلى الآن إحنا ما نعرف السبب الكتاب، بس أعلى نسبة من الأسباب حقت الكتاب اللي هو الوراثي. وأكثر شيء موثق في الكتاب ثنائي القطب، إذا الأب أو الأم نسبة أن إصابة الأطفال 25%، بمعنى إذا الأب والأم عندهم 4 أطفال واحد منهم حيكون عنده يا اكتئاب يا اكتئاب ثنائي القطب. إذا كان الأب والأم حيصير النص، يعني 2 من 4 حيكون عندهم نفس الشيء. متى حيكون؟ في بداية عمره، تصف عمره، نهاية عمره، ما نعرف، بس أنه الجين اللي يسبب هذا الشيء وجدناه. الغريب أنه هذا الجين ليه علاقة بأمراض أخرى، الزايمر، نسميه العمل ألوان، ما يشوف الألوان كويس يميزها، والسكر، أمراض السكر. أي. فهذه كلها جينها واحد، فنجد أكثر ناس معرضين مثلا للاكتئاب اللي عنده سكر،
واضح أكثر من المقارنة بالآخرين. أيوه. الآن اللي ما يشوف الألوان يشوف بس لون الأبيض والأسود عنده نسبة الاكتئاب أعلى. طيب دكتور على السريع خلينا نتكلم على طرق العلاج للناس المصابين بالاكتئاب، سلوكي دوائي. طبعا بالنسبة للاكتئاب الذهاني ما في شيء اسمه نقاش اسمه علاج سلوكي على طول دوائي، لأنه هو احنا نسميه فاقد الأهلية. أيوه. يعني واحد لما يفكر ينتحر وفاقد يخاف من الناس، واحد يشيل سلاح خايف انه واحد يتصيده. فذا اول شيء لازم يدخل المستشفى ويبدا العلاج. والعلاج الحمد لله العلاجات الحديثه جدا ناجعه، قليله التاثيرات الجانبيه، ما تسبب ادمان. فخلال اسبوعين حيرجع المريض بعادته الطبيعيه. بعدين نبدا نتكلم عن فتره النقاهه اللي هي المريض يبدا يطلع الاشياء. طبعا في ناس يعني لسوء الطالع انه يعتقد المريض هذا لما فقد اهليته يقدر يعنفه. التعنيف احيانا يكون سلبي، انه انت ضعيف ايمان، انت يا اخي ما تتحمل، ليش ما غيرك احسن منك، وحيفتكر المريض هذا الشيء، حيقول لك انت اسأتي الي وانا كنت مريض. واضح. نعم دكتور جمال دويرقي، احنا نشكر لك تواجدك اليوم ونشكر لك اثراءك هذه الفقره. شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا لك. في مقطع شفناه لبنت كورية تنصح باستخدام الزعفران مع الموية. أنا ما أدري إذا مر عليك هذا المقطع يا رؤى أو ما مر عليك، ولكن هذا المقطع يعني لاقى تفاعل من الجمهور، وقالت في هذا المقطع أنه يحل جميع مشاكلها، واستعرضت صور لها قبل استخدامها لشرب الزعفران بشكل يومي وبعد. قبل ما ننتقل للدكتور، انت وش رايك بهالموضوع رؤى؟ انا اعرف فوائد الزعفران بس قاعده بفكر مدى فعاليته على حل المشاكل. فهذا اللي قاعده بفكر فيه. وبيني وبينك انا قاعده بشوف ناس كثير بيعرضوا تجاربهم على السوشيال ميديا، وكلهم يعني هدفهم واحد، انه تكون البشره رهيبه. هذا هو اهم شيء. صحيح. هو شوفي الجمال أو صحة الإنسان وجمال الإنسان بشكل عام، رجل امرأة أيا كان، يبدأ من الداخل. فإحنا وش نحط في أجسامنا راح يبين على البشرة، وبشكل عام إذا كانت البشرة حلوة راح يكون كل شيء حلو. صحيح. عموما للحديث أكثر حول حقيقة هذا الخبر ينضم لنا عبر سكايب الدكتور علي العمري، استشاري الجلدية والحقن التجميلي والليزر. هلا وسهلا فيك، حياك الله دكتور علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا، نورتنا، شكرا لك وشكرا لقبولك الدعوة. في البداية خلينا نتكلم عن الزعفران أو عن هذا الخبر، عن هذا المقطع المتداول. هل فعلا الزعفران حل لكثير من المشاكل اللي تصيب البشرة أو لصحة البشرة إن صح التعبير؟ جدا مثل ما تفضلتوا، المقطع أخذ أثر كبير، لذلك لابد أن نوضح الموضوع بصورة علمية دقيقة. بالنسبة للزعفران هو يعتبر مادة من المواد المضادة للأكسدة، لذلك مثل الشاي الأخضر، الأشياء اللي فيها الجلوتاثيون، الأشياء مثل كذا، لذلك يعتبر مادة ضد الأكسدة، تعطي نتائج جيدة للبشرة والجسم كامل. لكن لابد أن نكون منطقيين أيضا، اللي ذكر في المقطع وعرض هذا غير صحيح، لذلك لابد أن نكون مقننين للمعلومة. طيب حلو، احنا حنقلل المعلومه معك دكتور، لكن خليني كمان نتكلم على يعني طالما انه الزعفران فيه خصائص مهمه، هل يفضل اني انا اخذه فريش طازج ولا استعمل بعض العلاجات او الادويه اللي تكون موجوده في الصيدليات ومن تركيباتها الزعفران؟ طيب خليني اوضح الفكره العلميه في الزعفران. طبعا علشان نكون واضحين، ترى شركات الادويه يعني في احد الدراسات وصلت دخلهم أو نقول الكريمات التجميلية إلى 200 بليون دولار. لذلك تنافس كبير في إنتاج جميع هذه المواد للبشرة. لا تتوقعي أنه ممكن نحن نأخذ لنا شيء من المطبخ ويعطينا النتائج اللي تظهرنا في المقاطع. على سبيل المثال الزعفران في مادة اسمها كروكس، هذه المادة مستخلصة من الجذور، لذلك هي المادة الوحيدة الفعالة، ولابد أنها توضع على شكل موضعي، فلذلك لا يمكن أنه المادة هذه تصير فعاليتها عبر امتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي. هذه كل الدراسات أثبتتها.
نعم. بالنسبة للدراسات اللي أجريت على الزعفران هي تقريبا بدأت من عام 2020 تقريبا، وجميعها كانت على الفئران، وبعدها تطورت في بعض الكريمات والدراسات، لكنها ما أثبتت الفعالية اللي ظهرت مثل ما ظهرت اللي في السوشيال ميديا. حسيت من كلامك دكتور أنه أنت ضد الخلطات الطبيعية، صح ولا أنا غلطانة؟ أنت وصلتي للرسالة، لذلك إحنا دائماً نفضل الأشياء الطبيعية، لكن لا نتوقع أنه شيء طبيعي أنه معناته أنا لازم أخذه من المطبخ أو السوبر ماركت أنه معناته طبيعي. الأعشاب أو الأدوية أغلبها مرجعها أعشاب، لكنها مركبة ومستخلصة بطريقة معينة. على سبيل المثال ممكن النبتة نفسها فيها مكونات كثيرة، بس نستخلص مستخلص واحد منها لهو له الفائدة. طب ممتاز، بما أننا إحنا جينا عند مربط الفرس يا دكتور، خلينا نستغل اليوم وجودك ونبغى نوصل هذه الرسالة بشكل أوضح، بحيث أنه نتكلم عن الأضرار اللي قد يتعرض لها الشخص في حال أنه سمع أو شاف مثل هذه المقاطع عن طريق السوشيال ميديا، والحين أي حد يرفع تليفونه ويقول اللي يبغى ويسوي اللي يبغى، حتى لو يقول لهم حط سمنت على وجهك بحط سمنت على وجهها. فياليت لو تتكلم عن هذه النقطة بشكل أكبر والأضرار الجانبية اللي ممكن تحصل، لأن الناس تقول لك هذا شيء طبيعي من المطبخ، يعني أكيد ما راح يضرني. أرفع لك القبعة وأشكرك على هذا السؤال المهم. لو ما طلعنا من هذا اللقاء لهذا السؤال دقيقة يكفينا. مثل ما تفضلتي، لا يوجد شيء آمن إذا لم يكن بوصفة طبية، لذلك كثير من الخلطات اللي يسموها خلطات طبيعية اللي ممكن يخلطوها داخل المطبخ أو هذا، إحنا نواجه مشاكل كثيرة منها تجينا العيادة، خاصة الحروق سطحية وأيضا تصبغات عميقة وإكزيما تلامسية، هذه إذا كانت موضعية، فما بالك عن طريق الشرب. يعني في أشياء ممكن تأخذ عن طريق الشرب ممكن تسبب لنا فشل كبد أو اضطرابات في وظائف الكلى. لذلك إحنا نتكلم عن فيه مادة اسمها كلية الصيدلة وعلوم والسموم، وفي أيضا كليات في دول أوروبا خاصة ألمانيا تدرس فقط الأدوية العشبية وكيف تفعيلها إلى أشياء طبية. لذلك هذه بمقاييس مقننة، مو معقول إنه أنا أخذ لي، يعني قبل فترة كمان طلع مقطع ثوم ومدري إيش، لذلك صح. الأشياء هذه ممكن أنها تعطينا مصائب كثيرة لا يحمد عقباها، وبعدين نلجأ بعدها للدكتور. طيب حنا الأطباء بشكل عام خبرتهم ودراستهم اللي امتدت على سنوات كبيرة وجدت لحل هذه المشاكل صح. لذلك يعني زيارة الطبيب صدقيني ما تكلف 5 دقائق وممكن توصل لحل بسيط. المقطع على سبيل المثال والنقاش اللي كان موجود انه البثور والحبوب، انا اعتذر على الإطالة لكن نقطة وحيدة. نعم تفضل. البثور يعني عندنا فرضا لعلاج الحبوب مئات الأدوية، يعني خلصت الدنيا اللي اروح استخدم لي انا الزعفران. والله يا دكتور أنا أعرف أحد كان يسمع عن فوائد الكركم، بما أنه الكركم من الأشياء اللي استعملوها الهنود، وراحت أخذت من المطبخ كركم وانصبغت أصفر، يعني ما أحكي لك، قعدت 4 أيام محبوسة في البيت لما الصبغة خرجت من وجهي، ومن بعدها حرمت، يعني غير الدكتور مالي طريق. إذن هذا مثال واقعي صح. نعم فعلا دكتور علي، احنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا ونشكر لك هذه المداخلة، شكرا جزيلا مرة أخرى. يعني احنا نعرف بشكل عام الشباب والبنات فيهم طاقة، الطاقة هذه يا تطلع في أشياء إيجابية وتطلع في صالح المجتمع وفي صالحهم هم، وتعكس صورة حلوة وراقية وجميلة عن هذا الشخص وعن تربية هذا الشخص وعن مجتمع هذا الشخص وعن عاداته وثقافة هذا الشخص، أو العكس. إحنا ما نبغى نتكلم على العكس، إحنا نبغى نتكلم على الجانب الإيجابي. تمام. ما إن يعني الشباب دائما والبنات عندهم يعني خصوصا اللي في سن صغير يكون عندهم الوقت يكون عندهم الطاقة، فوش يسوون؟ يسوون أشياء حلوة، يسوون مثلا مبادرات، يسوون يعني الواحد يروح يتطوع في مكان وإلى آخره. عموما في مقطع شفته، وهذا المقطع يعني تداولوه الكثير من الناس، مقطع إنساني جميل جداً وتدل على شهامة وكرم وحس الإنسانية عند شبابنا وبناتنا. هذا الشاب قام بتعبئة سيارته بأنواع مختلفة من العصير والفواكه مع الثلج. احنا ميتين حر، احنا في الاستديو مكيف ميتين حر. وش سوى؟
خلاها في سيارته ويمر في الشوارع ويعطيها للعمال اللي يشتغلون في الشوارع. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع. يلا بسم الله. بعد يبالا طابق ثلج صح؟ أنا أحس لأنه يبالا طابق ثلج. حطنا شوية ثلج فوقه عشان ما يختلف السواء على السريع. يبالا ولا ما يبالا؟ حط فيتامين سي بعد كل شيء. صرون عقب. يلا بسم الله. ها ها ها. بس ودي هذا نوع. ها 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 هناك. آخر شيء آخر شيء. ها خلي ماي يبرد. يعطيكم العافية وطول عمركم ومشكورين ما قصرتوا. شلك ماي وبارد. شل 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 مرة شيء تحت بعد شل. إذا تبغي البارد تحت ترى. ها ها ها. الله يفعل فيتامين سي. ما يشيل بارد. شرب. حلاوة مريض. شيل. يلا بعدين نجيب ثلج فوق. اي عشان ما تقول حتى انا اكلت منه وشرب. حلو. ما شاء الله. كل يوم يتربعون. اي اكل شوية. يلا جيب ثلج جيب ثلج جيب ثلج. شل وماي وبارد ارتو. شيل باني شيل. يلا. واو. هني يعني صراحة شهانة يعني أسوي هذه التجربة يعني حسيت بالشعور. طب عندك شاص أول شيء؟ لا أستأجر أتسلف شاص وعبي ثلج. بس حبيت الفكرة رائعة أصلا شكلها مشهي كده تحسينها باكيت أوف آيس بس كبير متحرك إن شاء الله يا بخته. والله برافو عليه يعني فعلا. وحبيت حتى التعليق اللي مكتوب على الفيديو رأى مشاهدينا أن لا تستصغرين كلمة طيبة. لا تستصغرين عمل طيب. ما تدرين هذا وش يفتح لك أبواب الدنيا وما فيها ويجيك الخير من حيث تعلمين ومن حيث لا تعلمين. لا تستصغرين شيء. إحنا مقصرين. إحنا فينا اللي كافينا. فالواحد لما يعني يقول كلمة طيبة أو يقدم قارورة موية ولا شيء بسيط ولا إن شاء الله قطعة شوكولت الإنسان يدخل السعادة في قلبه. ما تدرين قد إيش هذه عظيمة عند هذا الإنسان وعند رب العالمين. فبرافو عليه ونعم التربية. إحنا فخورين جدا بهذه الطاقات الشابة الجميلة. أيضا في مقطع متداول وبادرة لطيفة من المعلم السعودي عبد الله تويجري واللي كانت مع أحد الطلاب خلال مسيرة التخرج. خلونا نشوف. يا اختي شبابنا يا اختي رجالنا يا اختي. امانه مقطع مو شوفي ما احنا ما سمعنا ولا شيء. ما في اي احد قاعد يسولف في المقطع. هو اصلا الفيديو يتكلم عن نفسه. الفيديو يتكلم عن نفسه. وش حسيتي رأى؟ ودي اسمع. شوف انا شفت الفيديو هذا امس قبل لا انام وبصراحه عيوني دمعت. تاثرت مره. اول حاجه يعني اهتمامه بالتفاصيل. عرفت يعني المعلم فعلا هو دور المربي. فانه ما هان عليه انه الطالب يكون مختلف مع انه الطالب كان رافض ويقول لك لا انا كذا كويس. قال له تلبس بشت يعني تلبس بشت وقاعد يدور له بشت وضبطه الى اخر لحظه وخلاه يطلع على المسرح زيه زي قرناء الطلبه الثانيين. فالله يديه العافيه بصراحه. هذا المعلم اللي الواحد يحب يسلط الضوء على بعض الافعال اللي ما تكون مقصوده مها. يعني الفيديو جدا عفوي مش المقصود منه انه ترى شوفوني انا قاعد اسوي كذا. ما درى اصلا ان احد قاعد يصوره. بالضبط هذا سلوك. عرفتي انه كيف الواحد يكون عنده هذا الشعور لما نقول انه المعلم هو والد ومربي. هنا تبين الحقيقه. بعدين احنا يعني الشباب لما يشوفون تصرف كذا تصرف حميد وراقي
من هذا المعلم أكيد نوجه له تحية الأستاذ عبد الله تويجري، راح ينعكس عليهم وفي المستقبل، وراح يكونون يعني احنا دائما نتكلم عن قادة المستقبل، قادة الشباب، الشباب بيسوون، الشباب هم مستقبلنا فعلا. تتخيل انت تنتج جيل او تساهم في بناء جيل بهذا الرقي وبهذه الاخلاق وبهذه الاشياء اللي يعني قد يعني لا تذكر في بعض المجتمعات للأمانة، يعني والواحد ما يزكي نفسه، ولكن فعلا انا من الناس اللي شفت مجتمعات مختلفة. فبرافو، مقطع مؤثر جدا، وألف مبروك التخرج، ويعطيك العافية. نرجع نقول يعطيك العافية أستاذ عبد الله. وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظم وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج جائزة الدانا للدراما، بالتزامن مع الدورة 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. التقرير الآتي مع زميلتنا ريهام الشعبان. عندما تكون وجهتك لمملكة البحرين لكن بطريقة مختلفة، وبالتحديد في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بنسخته 16 اللي يعزز الهوية الخليجية. كونك فنانة بحرينية، علمتي زوجك كلام بحريني؟ إيه علمتها طبعاً، علمتها هو كلمات يعني مو كلمة واحدة، بس مو راضي يتكلم. وش مشاركتك هذه السنة في المهرجان؟ مسلسل جذوع، أنا طبعاً مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل جذوع، وترقبونا. المهرجان في حد ذاته مهرجان رائع، وعايز أشكر كل اللي قاموا بهذا المهرجان وبالإخراج، سواء ديكور، استعراضات، إبهار، شيء رائع وجديد، وأنا منبهر به الحقيقة. زائد المهرجان نفسه، أديك شايفة النجاح وشايفة الناس سعيدة قد إيه، اللي خد جايزة سعيد، اللي ما خدش سعيد للي خد جايزة. كل عمل أكيد فيه شغلة مميزة فيه ويمتاز فيها، إذا كان إخراج أو إذا كان نص أو إذا كان ممثلين. فبالعكس شيء حلو وجميل، واسمه حلو، دانا. دانا تشمل كل حاجة حلوة، بالذات بالنسبة للخليج. ومن مدينة دانة الخليج، وتحديداً عرض كاربت، ولأول مرة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يطلق جائزة الدانة للدراما. خيوط المعازيب ولا ثنويات النسيم؟ والله كلهم عينين في راس، إن فاز خيوط المعازيب حفرح، وإن فاز ثنويات النسيم برضه حفرح. طيب بس وش الأقرب لقلبك؟ تحرجيني كذا. إبراهيم الحساوي موجود ها؟ أحبك يا أبو محمد، لكن ثنوية النسيم بس أحد يدري. الحمد لله احنا قفزنا قفزة سريعة صراحة، وهذا بحد ذاته يسعدني جدا. السعودية قاعدة تنذكر في كذا محفل وكذا مهرجان، وهذا دليل إن هي يعني قاعدة تشتغل شغل احترافي. الحمد لله يا رب. أغنيتي أحلى نزلت من شهر، وهي من كلمات المبدع مشاري إبراهيم، ألحان عبد العزيز الويز، وتوزيع محمد خسرو. وفكرة الأغنية كلها عن بنت مصممة هي تطمح لعالم التصميم الأزياء. خيوط المعازيب من أول ما قرأته عمل حقيقي ومهم، بس بيخوف يعني إنك تخوضينه. وعمل ترى أخذنا فيه سنتين من عمرنا، ورشة كتابة، ورشة تمثيلية، بروفات. وأكيد بنهاية الحفل راح نبارك للفائزين. والله يا ريهام أنا مبسوط جدا جدا جدا، فرحان، تعبنا وشقانا، وهذا واحد من أبطال العمل أيضا. هذا واحد من الناس اللي دعمنا. بالفعل تعبنا وشقانا ما راح، وهذا واحد من أبطال العمل، وأتمنى أيضا تسلطون الضوء على هذا. والله فرحتي لا توصف، هذه أولا. ثانيا مش فرحة الحسا بس والمملكة، الحقيقة أنا شفت فرحة الخليج والدول العربية، يعني ما أقدر أقول لك إنه في من مصر، في من الجزائر، يعني إعجاب الناس نشوفه في الشوارع على وجه الناس. أنا لما أدخل بقالة أو شيء يصورون معي الناس ومعجبين الناس بهذا العمل، فلذلك إحنا متأكدين إحنا جينا وإحنا عارفين بناخذ الجواز. هذه المرة الثانية اللي تفوز فيها في هذه السنة، مشاعرك أستاذ عبد المحسن؟ باقي بعد باقي شوي. وشو؟ باقي.
إيه؟ فيلمنا هجان ما شاء الله قاعد يحصل جوائز في كل مكان بعد الحمد لله. بس انت مشاعرك تكلم لي عنها بشكل سعيد، يعني شو اقول لك مشاعري دمع هنا. الحمد لله ردود الفعل كانت متواجده يعني وحاضره في رمضان الحمد لله، لقيناها من اول يوم عرض في كل على مستوى الخليج الحمد لله. يمكن انا جيت من الكويت الى المملكه العربيه السعوديه ما شفت فرق. ترشيحك كافضل ممثل صاعد، هل تتوقع الفوز؟ هل اتوقع الفوز؟ انا فائز من اول بوجودي مع الاسماء القويه، بوجودي في مملكتنا الثانيه البحرين، فهذا بالنسبه لي فوز، وان شاء الله ان فالنا التوفيق، نقول يا رب. فرحانة جداً، شكراً شكراً لسمو الشيخ خالد، شكراً للمملكة، شكراً لكل من صوت، ومبروك للمرشحين وصولنا فقط لهذا المكان يعتبر فوز. هذا المهرجان ولد ليبقى ويبقى شاهداً على طاقات خليجية. يبقى بسيدتي ريهام الشعبان المنامة. طبعا اكيد نشكر ريهام الشعبان على هذا التقرير. مشاهدينا بعد الفاصل حنتكلم عن علامات على الاظافر تعكس الحاله الصحيه وايش هي ابرزها. احنا بالعادة نحب انه نهتم بالاطراف بشكل عام، ودائما نهتم باشكال اظافرنا ولازم يكون شكلها صحي وحلو ومرتب، لكن في جزء مهم لازم الانسان انه هو ينتبه له. الاظافر ممكن تكشف عن بعض الامراض الصحية واللي منها تعتبر امراض خطيرة، لكن خلينا نتعرف مع ضيفتنا في الاستديو ايش هي الامراض اللي ممكن نكشفها من خلال صحة وحالة الاظافر وايش هي دلالاتها. إذن خلينا نرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة نور الخواجة، طبيبة الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر. هلا وسهلا بك دكتورة نور. هلا وسهلا، نورتينا. الله يسعدك. يعني أنا قاعدة أقرأ الخبر بصراحة توترت، لأنه أنا من الناس اللي دائما حاطة مناكير، فيمكن تبين بعض الأعراض وما أكون أنتبه لها بسبب اللون اللي قاعدة أحطه أو الأشياء اللي قاعدة أستخدمها على ضوافري. لكن في البداية خليني أسألك، يعني هل فعلياً الأظافر ممكن تعكس لنا أو تقول لنا أنه عندنا أمراض معينة نشتكي منها؟ أولاً أهلاً وسهلاً. أهلاً بك. طبعاً أكيد الأظافر هو من أهم يعني جزء من أهم أجزاء الجسم. أي. اللي ممكن تريبريزنت الأمراض، سواء كانت الأمراض الجلدية أو الأمراض العضوية الداخلية. حلو. فإحنا دائماً في الفحص في العيادة للمراجعين والمراجعات نهتم جداً بمرورنا على الأظافر علشان بس نشيك، لأنها تساعدنا كثير في التشخيص. من ضمنها طبعاً مثلاً أمراض الكبد، أمراض القلب، أمراض البنكرياس والرئة، الأمراض الجلدية مثلاً الصدفية، الإكزيما وغيرها طبعاً كثير. تبين. طيب منظر الأظافر أو مظهر الأظافر دكتورة يعني الطبيعي المفروض كيف يكون، وإيش العلامات اللي لو شافها الواحد أو حسها؟ يعني دائماً نقول أنا من الناس مثلاً الأظافر جداً ضعيفة دائماً تتكسر، ما هي من نوع، وفي بعض الناس تكون مثلاً أظافرهم ما هي ضعيفة بس إنها تتقشر، يعني نفس الظفر ينقشر، ففي أشياء مختلفة ممكن أن الواحد يشعر فيها. صحيح. أول شيء يعني أنتوا قصدكم تبغوا العلامات الصحية للأظافر، يعني شكل الصحي؟ الشكل الصحي وشو وإيش الأشياء اللي إذا الواحد لاحظها لازم يشوف الطبيب؟ تمام. أول شيء في عدة علامات تشير إلى أن هذه الأظافر صحية وطبيعية، زي مثلاً ملمس الأظفر. نعم. ما يكون في حفر، ما يكون مموج، سمك الأظفر ما يكون السمك الأوفر أو الواضح، اللون الأظفر يكون موحد، ما يكون في مثلا بقعة صفراء أو خطوط بنية داكنة أو شيء. طبعا قوة الأظفر يعني you can tell من أي خبطة بسيطة من أي انجري أو تروما على طول يتكسر الأظفر. صحيح. This is abnormal. الناس طبعا اللي عندهم بعض الأمراض الجلدية أو حتى الأمراض العضوية
تظهر عليهم علامات، زي مثلا اللي عندهم صدفيه تبدا عندهم الحفر تكون مره بارزه. في البدايه ممكن ما يكونوا مره مميزينها وما تكون مره واضحه، بس مع مرور الوقت تبدا تظهر اكثر، ومع طول الاظفر تبدا تظهر اكثر. فبالتالي في هذا الوقت لازم انه يجي ويراجع المريض الطبيب ويتاكد من صحه الموضوع كله. طيب. احنا عشان كمان نوضح للمتابعين معانا اليوم ايش نقصد بالضبط، خلينا نشوف مع بعض كده شويه صور ونسمع تشخيصك على هذه الصور. خلينا نشوف الصوره الاولى. طيب هنا هذه الحالات لبعض حالات الضوافر، يعني مثلا زي هذا. صحيح. هذول اتوقع اللي ياكلوا ضوافرهم. اكزاكتلي. لانه المشكله في الاظافر مو بس تشير إلى مرض عضوي أو مرض جلدي، برضو ممكن يكون مرض نفسي. صحيح. زي مثلاً الأنكزايتي، الناس اللي عندهم التوتر الشديد، الناس اللي عندهم ديبريشن أو اكتئاب، الناس اللي عندهم الOCD اللي هو الوسواس القهري. فهذه الأشياء كلها، وطبعاً في ناس عادي ما عندهم مشاكل نفسية، بس إنه برضو يتعودوا من دم يأكلوا أظافرهم. الأطفال هم اللي يسووها. exactly. صح. صح. فهذه مثال عليها. طيب يعني الآن لو بنتكلم عن الاهتمام بالاظافر، يعني يمكن احنا اكثر شيء عدمت فيه اظافرنا ايام كورونا. صحيح. لان كنا نستخدم السانيتايزر. صح. وكنا نستخدم معقمات اليدين ونغسل يدينا كثير، فهل فعلا كثره غسيل اليدين دكتوره او استخدام المعقمات ممكن انها تاثر على شكل الاظفر او صحه الاظافر؟ جدا. استخدام المويه كل يوم بشكل متكرر ولفترات طويله جدا ممكن يأثر على الأظافر. كيف؟ يسبب جفاف في الأظافر، وطبعا في اليد بشكل عام، لكن بالأظافر بشكل خاص. فبالتالي دائما احنا ننصح السيدات ان اذا مثلا من النوع اللي يجدي في البيت، او مثلا عشان تغير الدايبر للأطفال وزي كذا، انها تلبس قفازات عشان بس تحمي نفسها من التعرض المبالغ فيه للمياه بالضبط بشكل يومي. كمان يعني بالوصف دائما نسمع اذا ظهر على السطح بقع بيضاء فانت عندك نقص فيتامين. صحيح؟ ممكن. ولا لها دلالات أخرى؟ ممكن، بس مو شرط بس نقص فيتامينز. هي شكل من أشكال الأكزيما برضو تظهر في الأظافر على شكل خطوط بيضاء أو زي الضغط زي البقع البيضاء. بالضبط. أيوة. وبرضو ممكن من تروما ضربة تؤدي إلى هذه الضغط البيضاء يعني. بحكم تخصصك دكتورة نور، أيضاً في بعض الناس يشتكون من يعني نمو الأظافر الغلط، يعني ممكن أنه ينمو تحت الجلد على سبيل المثال، أو يسبب لهم مشكلة يعني تحتاج تدخل جراحي. صح. في بعض الأحيان. أول شيء إيش أسبابها؟ هذا الشيء الأول. شيء ثاني، كيف أعرف أنه أنا عندي هذه المشكلة؟ تمام. كيف تعرفي؟ خلينا نبدأ بكيف تعرف أنه عندك هذه المشكلة. طبعاً. البيشنت يلاحظها. كيف؟ ألم. ألم بالضبط. ويجي عنده ألم في الأظفر، غالبا اللي نشوفه في العياده الاظفر الاصبع الكبير الرجل البكتو. فيجوا عندهم مشكله ان يا اما الم، او ان مثلا بدا بانتفاخ واحمرار من دون الم بعدين نتج عنه الم. طيب ايش الاسباب؟ في منها مره كثير اسباب، من ضمنها مثلا وانت بكرامه اللي يلبسون الشوز الضيق الاصغر من مقاسهم، فهذه ممكن تؤدي الى المشكله. الناس اللي يروحون سبا نيل سبا يكون بس الادوات اللي استخدموها شويه كانوا اجريسيف اثناء النيل بولش او يعني البيديكير والمانيكير، فادى الى نمو الاظفر بشكل غلط. بعض الاحيان اصابه المصنع الاظفر اللي هو النيل ماتريكس نفسه، الجذور، ايوه اللي هي عند القاعده. ايوه. أي. عند البيز. أي. فيكون برضو سبب من اسباب نمو الاظفر بشكل غلط. فلها عده اسباب. انا مسويتها 3 مرات العمليه. صديق. مرتين في واحده. أيوة. وعلى فكره وبنتي نفس الشيء، بنتي نفس الشيء، بس انا يعني دكتوري كان شاطر، فلما سوى لي العمليه شل الجذر منطقه معينه، بنتي شلها الظفر بالكامل، والحين قاعدين بنحاول نضبط المنظر اللي هي وصلت فيه يعني. ف الله يشفيها ويعافيها. اي اي اي. فالوضع شويه بيكون مزعج. لا، وياخذ وقت كمان، لان الاظافر القدم حتى تاخذ مده اطول من اظافر اليد في النمو. اي يعني مثلا اذا سويتي عمليه بعيد الشر عنك، مثلا لاظفر اليد عشان يطلع بشكل كامل طبيعي ياخذ around 6 months، 6 شهور. اما اظفر القدم ياخذ من سنه الى سنه ونص. يعني لسه اطول بالي عادي. يس يس عادي عادي. طيب اي طيب خلينا نتكلم على اهم النصائح اللي طبعا تنصح بها السيدات او الرجال انهم مثلا يتبعوها، بحيث انهم يعني يقدروا هم يكشفوا بنفسهم اذا لو لا قدر الله يعانوا من اي شيء، وفي نفس الوقت يكون يعني شكل الاظافر كويسه صحيه ما فيها اي هشاشه وغيرها. تمام.
دائما اخبر مراجعيني ان دائما نبدا صحتنا من جوا لبرا، فلازم نتاكد بالتحاليل هل في فيتامينز ناقصه، هل في اي معادن ناقصه، الحديد، الزنك، البيوتين، فلازم تكون التغذيه صحيحه. اذا كانت التغذيه صحيحه وكان البيز والروتس طبيعيه وممتازه، الامور حتمشي تمام. طبعا غير كذا الترطيب، لازم الترطيب يكون بشكل يومي بشكل مكرر في كل الاظافر. بعض المراجعين لما نقول لهم كذا يستغرب، يقول دكتور كيف ارطب اظافري؟ بس هو نفس الطريقه، نفس الكريم نحطه او مثلا فازلين عشان يكون شيء قوامه ثقيل، ونحطه على الاظافر اثناء النوم عشان ما يتضايقوا اثناء، يعني اللي تعرفوا استخدمنا اليوم لليد وكذا، ويكملوا فيه ويقوموا حيلاحظوا مره تحسن كبير. طبعا غير كذا عدم التعرض للمياه بشكل متكرر لمده طويله زي ما ذكرنا سابقا، نفس الشيء المواد الكيميائيه، الديترجنتس حقت الجلي الصحون وغسيل وكذا، والسانيتايزرز زي ما تفضلتي. اثناء كوفيد مره كثير عانوا الناس من الاظافر والهشاشه والتكسر وزي كذا. وكمان من اهم الاشياء ان اذا انت اوريدي كنت مشخص بمرض جلدي فلازم طبعا تتابع بشكل متواصل وتحرص مره اكثر من الشخص اللي ما عنده مرض جلدي مع طبيبك الجلدي المختص. دكتورة على السريع، لأنه وانت تحكين وخصوصا لما حكيتي عن الباديكير مانيكير، كثير بنات عندهم هذا الهوس بحيث انه يعني هو المعدل الطبيعي تقريبا مرة في الشهر. صحيح. بس في ناس يسوونه كل اسبوعين. صح. مثلا طيب، او ممكن اكثر في بعض الاحيان على حسب او كل اسبوع مثلا ممكن تسوي باديكير مانيكير، فهل هذا الشيء صحي؟ لأن كثير اطباء طلعوا وتكلموا في نفس الموضوع، قالوا لك انه الباديكير مانيكير اصلا غير صحي لانه يشيل لك الكيوتيكل او يشيل لك هذه الطبقه اللي تحمي الاظفر من جوه، فانت معرض لاشياء كثيره. فكلمينا عن هذه النقطه اكثر ومخاطر الباديكير مانيكير ويعني واستخدامه الصحيح. تمام. هذه نقطه جدا مهمه اللي تفضلتي فيها. استخدام شوفي اي شيء يزيد عن حده يقلب ضده، من ضمنه الباديكير مانيكير اذا تكررت اكثر من مره في الشهر، انا اشوف صراحه 1 مرة في الشهر مره كويس، فما بالك يسوون كل اسبوع. طبعا ازاله الكيوتيكلز اللي هو الجلد اللي حول بالضبط الجلد اللي حول الاظفر اكزاكتلي ما نعتبره شيء كويس. ليه؟ ربي سبحانه وتعالى خالق لنا اصلا المنطقه اللي حول الاظفر بالجلد تبعها عشان تحمينا من البيئه، من اي شيء، من البكتيريا، من الجراثيم، من الفطريات، من اي شيء. فاحنا بنيجي نشيلها نسهل وصول الجراثيم للجلد والاظافر، فهذا طبعا شيء سيء. شيء ثاني منتشر هذه الايام مره استخدام جهاز حق الجل اكستنشن، صح، عشان اللي هو الاشعه اكزاكتلي ينشف ويسرع مدري ايش، مره سيء، لانه في ابحاث صدرت حديثا تقول انه يغير الدي ان اي تبع الخلايا، وبالتالي ممكن انه يحول من الخلايا. واضح انك قريب تستخدم. لا تو مسوي اظافري امس. لا بعيد الشر عنك. سويتها مستخدم الجهاز. طيب اي مستخدم هذا. طيب مسويه بياض يعني عادي، خلاص قلبناها مجلس بنات يا جماعه. اسلمي. ممكن انه تتحول لا سمح الله بعيد الشر عنك الى خلايا سرطانيه. بس طبعا مو من مره، اذا تعترفي اذا كان اكثر من مره عادي صراحه اي، فالواحد يبعد عنه. اكزاكتلي. بس الباديكير والمانيكير طبيعي كل شهر معقول. انا الصراحه يعني احب العنايه بالاظافر، فيعني مع اني درماتولوجست بس مره احب الباديكير والمانيكير مره، بس كل شيء ما ابالغ فيه يعني. ايه اعرفي وين تروحي، مكان مره نظيف معقم. حلو ان الواحد يكون مع ادواته. ايش ثانك يو هذا كنت بقوله، الواحد معاه ادواته، واذا مو معاه ادواته يفتحوا قدامك ادوات جديده. دائما اسال اذا رحت مثل مكان جديد ما اعرفه. بس اتس جود يعني تو هاف نايس نيلز. طبعا اكيد. طبعا دائما يقول لك نايس او جود نيلز جود داي. اكزاكتلي. عموما دكتوره نور احنا تشرفنا كثير بتواجدك اليوم، شكرا لك وشكرا لاثرائك هذه الفقره وعلى كل المعلومات. شكرا لكم على استضافتي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. بعد الفاصل الفنانه دارين احمد تطرب استوديو سيدتي. عشان تعرفون ان انا عندي الحاسه السادسه، انا في بدايه الحلقه قلت ان اليوم خميس ومصر انه خميس، طلع اليوم فعلا فقره الخميس عندنا، جبناها كذا من الخميس لين يوم الاربعاء. خلونا يعني انا ودي اسولف وكل شيء، ودي نتعرف طبعا على ضيفتنا اليوم دارين احمد،
ونرحب فيها. هلا وسهلا فيك اول شيء، مساك الله بالخير وشكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا دارين. الله يسعدك. احب امسي عليكم وامسي على المشاهد. طبعا شكر جميل كبير كبير لانه استضفتوني هذا المنور. وانا اسمي دارين احمد وان شاء الله هنقدم شيء يعجبكم. انت اوريدي قدمتي شيء عجبنا، يمكن كان ورا الكواليس. احنا كان ورا الكواليس، فالحين احنا نبغى نخليه قدام الكواليس دارين. فايش رايك كذا قبل ما نبدا ندردش ونتعرف عليك اكثر، نبغى نسمع منك شيء. واكيد نرحب بالعازف، اهلا وسهلا فيك وشكرا لقبولك دعوتنا اليوم. وش تحبين تسمعين؟ هنسمع كيفك انت فيروز. اوكي تفضلي. تذكر آخر مرة شفتك سنت، تذكر وقت آخر كلمة قلت، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت ملا انت، كيفك قال عم يقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد، شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد، إيه كيفك أنت ملا أنت، بيطلع بالي ارجع لما الصوت يعني جمال الصوت والعزف يعني شيء ما حصل. طيب خلينا نتكلم عنك دارين اكثر، لك سنوات طويله هنا بالرياض. أيوة. كلمينا عن مشاركاتك الغنائيه، عن التدريب، عن رحلتك الغنائيه في الرياض. تمام. انا اوريدي بديت رحلتي من سن مبكر، وانا كنت في المدرسه من طفولتي احب اشارك دائما في العروض المسرحيه، وبعدين لما صرت اقعد مع اصدقائي واقاربنا احب اقعد دائما اغني لهم تدندني وتغني معهم. اي كنت دائما لازم ما في قاعده الا لازم امسك الميكروفون واغني ودائما تلاقيني معي سماعتي ومايكروفوني، فاحب دائما اغني واشارك، فكنت دائما اسمع التشجيع اكثر، وهذا اعطاني شغف اكثر انه لا انا لازم اكمل هذا الحلم، بالذات ان انا صرت اسمع الكل يطلبني ان انا اغني معهم، فحبيت اطور من نفسي اكثر ورحت اخذت دورات تدريبيه ورحت عند اساتذه كبار، من ضمنهم من اهمهم الدكتوره عهود عبد الحليم استاذه الغناء العالمي في جامعه التربيه في كليه التربيه الموسيقيه بالقاهره، مدربه لفنانين كبار في القاهره وفي مصر وفي العالم العربي. طب مشاركاتك على مستوى السعوديه؟ ان شاء الله باذن الله. انا حاليا قدمت 6 ميداليات، كل ميدلي فيه اغنيتين. حلو. نزلتهم حاليا في السوشيال ميديا، ولكن قريبا عندي ان شاء الله باذن الله عمل مع الشاعر الكبير، اغنيه خليجيه مع الشاعر الكبير احمد عبد الحق، وفي عندي كمان عمل ثاني مع الاستاذ الكبير عمرو الطنطاوي، وعملت اغنيتين قريبا راح تنزل مع الفنان الملحن مودي منير والشاعر سلامه علي وكمان الشاعر احمد يوسف وبرضه تلحين مودي منير. يس ان شاء الله باذن الله نشوف التوفيق باذن الله. ان شاء الله اكيد، واحنا نتمنى لك التوفيق وتستاهلين يعني دارين. ما شاء الله عليك صوتك مو يطرب الاذن، يطرب المشاعر. الله يسلمك. ان صح التعبير. فانت تحبين الاغاني الطربيه، انا هذا اللي حسيته من اختيارك. فليش اخترتي الاغاني الطربيه خصوصا انه يعني انت لسه شابه وصغيره، فالبنات والشباب الحين قاعدين نشوف لون جديد، قاعدين نشوف ستايل جديد بالغناء. الاغاني الطربيه احسها هي اكثر شيء
يعبر عن المشاعر، وهي الأغاني الحلوة تطلع في الأغاني الطربية، ولكن أنا قاعدة أسويها في أنها تطلع كلاسيكية. يعني أنا في نفس الوقت أنه لو هطلع شيء مو كله راح يكون طربي، ولكن هطلع طربي كلاسيكي، بحيث أنه حتى كمان أدخل فيها الموسيقى اللي تواكب العصرنا، اللي تواكب الشباب اللي يحبوها الشباب. فهذه إن شاء الله في الأشياء اللي ناوي أسويها بإذن الله قريبا. وإحنا حابين نسمع منك شيء ثاني من اختيارك. الله يسعدك. لا تهجى في كفوفي ماما امراي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطننا، مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لعن ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. لا تهجى في كفوفي ماما امراي الكفوف، دربنا واحد ولو ما تجي خطننا، مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لعن ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. في دخولك في حياتي انت سويت معروف، خلينا نحيا حياتك ليك في شخصنا. لا تهجى في كفوفي مو مهم راي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطننا، ولا على كيف الظروف، لعن ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لعن ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. الله الله الله. احنا مكملين معاكم، لكن اسمحوا لي نطلع فاصل سريع، من بعده نرجع نكمل. صراحة كان أحلى فاصل اليوم بالنسبة لي، لأنه في الفاصل أطربتنا دارين. ما هذا الجمال يا دارين؟ أنت اللي تجنني. ما شاء الله عليك، يعني على الصوت وعلى اختيارك للكلمات. أنا ما ودي نسولف كثير، أنا ودي تسمعينا شيء. يس أوكي. وش مجهزت لنا اليوم؟ يا ريتك فهمني للفنان ألغام. أوكي. ياريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا مع عيني تبص لك، يا حلم اللي متأكل وانا هموت واحلمك، يا عمر اللي ناقص نفسي عمري اكملك، يا كل الكلام اللي شفايفي بهمسه، يا أمل اللي بتمنى طول والمسه، يا هوى من زمان عايشة عشان بتنفسه، يا ريت أبقى آخرك في الحياة وأولك، لو أختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بإن أنت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك.
سعر وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم. لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف وانا ادفع سنين عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول وصروا يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر يا قية حياتي عيدوا وافضل أكرروا. عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول واسهروا يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقيت حياتي هعيدوا وافضل اكرروا. لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم. لو اختار ما بين نفسي وما بينك يعني جمال الصوت برافو جمال المشاعر برافو برافو ما شاء الله تاخذين العالم ثاني يعني احنا نسينا الهوى وقاعدين بنغني ومبسوطين سلطنا معاكم. يا دارين سلطنا الله يسعدكم ان شاء الله نسمعك يوم تغنينها مع انغام دويتو ليش لا ان شاء الله ليش لا اكيد ان شاء الله شرف لي والله. خليني اسالك عن يعني في خلال مسيرتك الفنيه ورحلتك الفنيه وين كانت نقطه التحول اللي فرقت معك؟ نقطه التحول يمكن بعد ما تزوجت إن زوجي هو أكثر واحد آمن فيني وآمن في صوتي فهو كان الملهم لي وكل دائما يشجعني فيمكن كنت شوي متخوفة أدخل هذا العالم بس كان هو دائما داعم لي وبدينا في تسجيل كان بسيط يعني أنا كنت أسجلها كأني تسلية لما رحت سجلت في تسلية بعدين كمان اللي دعمني أكثر لما الفنان تامر حسني كمان دعمني وشيرني عنده فكانت هذه نقطة تحول جميلة. غنيتي مدلي يعني لتامر يس حسني؟ نعم غنيت مدلي لتامر أغنيتين لي اللي هو أرجع لي وكفاياك أعذار فشيرني عنده فكانت هذه برضو دعم قوي لي فحسيت أنه أنا لازم أسوي هذا الحلم إنه صدقاً أنا هذا الشيء اللي أنا أحبه وهذا الشيء اللي أنا أغني بإحساسي وعندي استعداد حتى كمان لما أغني أحس نفسي أنا مستمتعة ومبسوطة في الغناء طبعاً. وهذا الشيء واضح من كلامك ويعني أقدر أشوف هذا الشيء وهذا الشغف في عيونك دارين فبرافو عليك وحلو أنك أنت يعني من الناس المحظوظين اللي لقيتي شغفك في الحياة نعم وكثير ناس تلقى شغفها وتلقى الشيء اللي هي تحب وتبدع في بنفس الوقت فأكيد نعم. احنا نتمنى لك كل التوفيق لكن قبل ما نختم معاكي دارين
حابين نسمع منك أغنية أخيرة. تمام. مش تحبين تسمعينها؟ أحب طبعا أم كلثوم، لازم أختم فيها أو يعني هذه آخر أغنية أقولها، لأنه أم كلثوم يمكن هي أكثر الـ 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 الأغاني من طفولتي، وأنا دائما أحب أغني لها. مين ما يحب أم كلثوم؟ أي فكانت لازم أنه لازم هذه، وكنت دائما في الجلسات هي أكثر أغنية أغنيها. طب خلينا كده عشان نسمعها مع بعض ونطلع فاصل مع بعض، لكن أنا أشكر تواجدكم اليوم معنا، كثير نورتونا وأسعدتونا بصراحة بهذا الحضور الجميل. شكرا لك وشكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة لك. من عمر سنين وسنين شفت كتير كتير وعلي العشين اللي بيشكي حاله الحال واللي بيبكي على مواله أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا مرض طبعاً ما نختلف أنه من أجمل الأشياء في حياتنا هو وجود الأصدقاء من حولنا بمختلف مراحلنا العمرية، ولكن للأسف أنه في بعض الأحيان هذه الصداقات ما تكمل، وأكيد لما تنتهي علاقة صداقة كانت مقربة إلا ما تسبب بعض الآلام أو حتى نقول الحنين إلى الماضي وغيرها. حتى نعرف إيش الأشياء النفسية اللي ممكن نتأثر بها بسبب انقطاع هذه العلاقات، نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور عبد الله الكناني، مستشار نفسي أسري. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. يعني خلينا نتكلم عن موضوع الأصدقاء. غالبية أصدقائنا اللي طبعا كانوا معنا في مرحلة عمرية معينة تكون عندهم صلاحية معينة وتنتهي. ليش بالأغلب تنتهي هذه الصداقات وهذه العلاقات؟ أولا أحييكم وأتشرف بوجودي على روتانا. نورنا. خلينا نتكلم في البداية عن الصداقة، أنه هي علاقة مختلفة أصلا يعني عن باقي العلاقات بشكل عام. يعني أغلب علاقاتك في الحياة تكون مفروضة عليك، يعني لم تختارها، مثل الأهل، الأقارب، الأنسباء، حتى بعد الزواج يعني أهل الزوج أو أهل الزوجة، بنات الخال، بنات العم، العم الخال، الجار، حتى زميل العمل. يتميز الصديق ان احنا نختاره دائما. صح. فانت تتكلمي انه ليش بتتغير؟ لانه احيانا تتغير اهتماماتنا، بننقطع بسبب تغير مكان العمل، تغير مكان الدراسة، تغير الاهتمامات، احيانا يكون في خلافات يعني مع الوقت تنشأ بين الطرفين. فهذه يعني الظروف قد تحدث انه الشخص ينتقل من نوع أصدقاء لنوع معين، يمكن مع النضج تتغير اهتماماته أيضا. نعم نعم.
واضح. يعني أنت أيضا تكلمت عن انتهاء العلاقات أو سبب انتهاء العلاقات مثل ما تفضلت قبل شوي دكتور عبدالله، ولكن كيف الواحد يعرف إذا هذه، شفت لما يقولوا لك بداية النهاية، في أحيانا في بعض العلاقات خصوصا العلاقات طويلة، يعني طويلة السنوات، في فترة كذا تجي فترة فتور، فترة لا مبالاة، فترة بين حتى الأصدقاء يعني. فكيف الواحد يعرف أنه لا في شيء غلط في العلاقة، لازم أنا أصلح الموضوع أو أدارك الموضوع؟ أحيانا بعض الأطراف ما يكون عندهم القدرة على التعبير، فيحس أنه تعرض لموقف من صديقه فيبدأ يأخذ ردة فعل معاكسة بدون ما يصارحه بهذا الأمر، بتصير كثير. فيمكن الطرف الثاني الأفضل أنه يبادر بالسؤال، يعني بدل ما يحاول أنه ينكر هذا اللي قاعد يصير، لا يقول إيش اللي صاير، يعني يستفسر منه، يحاول يفهم أسبابه. أحيانا لا، يعني يكون بعض الأصدقاء يعني تغير اهتمامه، أو أن الشخص ده أصبح يحس أنه أحيانا يقلل منه أو يضغط عليه نفسيا بكثرة الشكوى، أو يعني هذه من ضمن الأسباب اللي تظهر. لكن أهمها أنه الشخص لازم يسأل ويقول إيش اللي حاصل، عشان يقدر يعرف إجابة محددة. في حالة تملص من الإجابة، وهذا اللي بيصير كثير، خلاص إحنا نعرف أن العلاقة متجهة للنهاية. طيب دكتور، أنا من الناس اللي دائما أؤمن بموضوع المسافة الآمنة حتى في العلاقات والصداقات وغيرها. الدخلة الزايدة الانسحاب منها بيكون صعب. على سبيل المثال، اثنين أصدقاء علاقتهم قوية، يوميا مع بعض، يوميا يكلموا بعض، دائما مثلا سفرهم مع بعض وغيره، لما يكون في أحد الطرفين لسبب ما قرر أنه هو ينسحب من هذه العلاقة، تغيرت اهتماماته، ما في موقف حقيقي، الطرف الثاني ما يكون مستعد أصلا إنهاء هذه العلاقة، يبدأ يفكر ويسأل نفسه إيش صار، ليش تغير. ما تحس أنه بالأساس كانت المشكلة أو الغلطة في الدخلة الزايدة؟ أنت تتكلمي عن التعلق، التعلق المرضي بالأصدقاء. في ناس يعني بيحدث لهم هذا التعلق نتيجة مشاكل أحيانا في الطفولة، أنه فقد أحد من أهله في حال الانفصال، أو فقد قريب معين أو صديق معين، فيبدأ يحاول يتمسك بأصدقائه ليصل مرحلة التعلق، وهذا اللي بتوصفيه. اللي بتتكلمي عنه مسافة آمنة هو الصحي. يجب أن لا تكون يعني البست فريند، حتى لو كان، أنه ما يكون كل الأنشطة تشاركها معه، كل حياتك تشاركها معه، لأنه بتصل لمرحلة الأذى، وهذا بيدخل في يعني حتى في التعافي عندنا في العيادة، يعني تدخل مرحلة الفقد والانفصال، يعني يشبه الانفصال العاطفي، لأن الإنسان بيمر، بلاحظ أنه يمر بالمراحل الخمسة كلها، يعني دون أني أدخل فيها بالتعمق. نعم. ولكن اللي قلتي هو ترك مسافة آمنة، تنوع. نعم. الصداقات جدا مهم. صحيح. أن يكون عندك أنشطة خاصة، ترى مميز على فكرة أن الشخص كل، يعني إذا تبغى تكوني صحية في العلاقة، أن يكون عندك القدرة على الاكتفاء الذات. ممتاز. يعني إذا تستمتعي بوجبة لوحدك، تستمتعي فيلم لوحدك، تستمتعي بطلعة لوحدك، صح، أعرف أنك حتكوني سليمة في العلاقات. صح. ولكن إذا بتعاني ودائما تستجدي الشخص والصديق في كل مكان، أحيانا ترى يكون أنت تضغطي عليه بهذا الجانب. صحيح. طيب الدكتور، أيضا يعني بغض النظر عن سبب انتهاء هذه العلاقة، كيف الواحد المفروض أنه يعالج نفسه نفسيا، أو يعني يتحمل هذه الصدمة، بغض النظر أرجع أقول عن طريقة انتهاء هذه العلاقة اللي من الطفولة؟ إحنا عندنا أصدقاء من الطفولة، موقف واحد خسرنا الثقة فيهم، ما عد قدرنا نطلق عليهم اسم صديق، فكيف الواحد يتصرف؟ اولا التقبل، التقبل مهم جدا، ان نتقبل انه هذا قاعد يحدث وقاعد يصير. ثاني نقطه عندنا يعني ان الشخص، عفوا، نعم، يعني الشخص يبدا يكون عنده علاقات متعدده، ما تكون عنده علاقه محدده واحده، فلهذا يعني الشخص اذا كان منتمي لشخص واحد فقط في العلاقه اللي قلنا البست فريند، فهو بيعاني كثير اصلا في العلاقات. صحيح. نعم نعم، واضح جدا. الدكتور عبد الله الكناني، مستشار نفسي واسري، شكرا جزيلا، شكرا لتواجدك اليوم معنا. الصداقه نعمه، اللي ما يقدرها ما يستاهلها، هذا شيء يعني جدا سيء وشيء جدا حزين. عموما بنكمل معاكم، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع.
بكذا مشاهدينا وصلنا للختام، لكن أكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.